بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا هذه رينو ميغان جبهنا مولاها من غير محرك، حوالي 3 ولا 4 مرات يركبلها محرك وما يمشيش معاها، ما ينجحش، أو من الأولاد ما يعرفوش يعني يتعاملوا مع 1.5 دي سي، لأن الدي سي هذايا إذا كان إنسان ما عندوش عليه خبرة لو ما نجمش يتعامل معاه وما يعرفش المشكل وين. أحيانا يجي يبدأ محرك لابس عليه يقعد يتفلسف، هاي يبدل هذه يبدل هذه يبدل هذه لين يفسد المحرك، وبعتلي ما يعني ما يوصلش النتيجة. كلمني بالتليفون قال لي راني تعبت من ميكانيكي الميكانيكي، يعني وكل واحد يركب محرك وما يخدملوش، يخدم واحد 2 سلندر، واحد 3 سلندر، واحد ما يخدمش مرة واحدة. قلت له اخويا جيبها وانا نتحمل مسؤوليتي، جيبها من غير محرك وانا نتحمل مسؤوليتي كامل. جابها، طبعا جابها لنا من غير محرك فارغه ما فيها شيء. طبعا كملنا ركبنا المحرك، ركبنا لها محرك 1.5 دي سي ميغان اصلي دوريجين، وخدمناها والحمد لله خدمت. هذا صوت ال 1.5 الطبيعي العادي اللي هو لازم يكون موجود، يعني ما فيش حتى اشكاليه.